اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناة برايفت ماس ليسونز النهارده ان شاء الله هناخد ليسون 23 which is entitled اللي بعنوان multiples of 2, 3 and 4 اول حاجة يا اولاد لازم نعرف يعني ايه كلمة multiples كلمة multiples يعني التكرارات يعني لما اجي اقول لك مثلا عايزين نتكلم عن multiples of 2 يبقى انا بقول لك عايزين نتعرف على التكرارات بتاعه النمبر 2 يعني النمبر 2 لما هيجي يتكرر هيديك ايه كلمه يتكرر يعني ريبيتد اديشن يعني لما نحط ال2 على ال2 يحصل ايه يديني ال4 يبقى انا كده كررت ال2 كم مره 2 تايمز لما نيجي لل4 نزود عليها انذر 2 توصل لمين توصل لل6 يعني ال6 جت منين جت من تكرارات النمبر 2 هنكرر ال 2 لحد ما نوصل للنمبر 6 يبقى النمبر 6 اقول عليه ايه اقول عليه ان هو مالتيبل لمين لل 2 يعني النمبر 6 هو احد تكرارات النمبر 2 ممكن برضك نقول عليها كلمة تانية ساعات بنستعملها اللي هي مضاعفات كلمة مضاعفات يا أولاد يعني الحاجة عمالة تكبر بنفس الايه بنفس النمبر يعني ال 2 لما تتكرر تبقى 4 بنقول على ال 4 ده مضاعف للنمبر 2 يعني النمبر 2 عمال يكبر يوصلني لحد ال 4 يكبر كمان يوصلني لل 6 يكبر مره كمان بانذر 2 يوصلني للايتس يبقى احنا لازم نفهم كويس معنى كلمه مالتيبلز كلمه مالتيبلز وعندي هنا اس يعني بلورال يعني مجموعه كبيره من التكرارات للنمبر 2 نجيبها ازاي؟ نبدا بالتو وابتدي اكرر تو كل ما اكرر تو اقعد اوصل لمين للمالتيبلز دي واتعرف عليها طيب المالتيبلز دول قد ايه المالتيبلز دول يا اولاد كتير جدا كتير ما بيخلصوش يعني اما اجي اوصل لل14 لو كررت تو هوصل لل16 طب لو هنكرر انذر تو 18 ايه نكرر تو تاني 20 نكرر تاني 22 تو. نكرر تاني 24 اند سو اون يبقى المالتيبلز عندك ما بيخلصوش عاملين يتكرروا على طول طب ايه اللي احنا عايزين نطلع بيه من الحته دي ونركز عليها عايزين نركز ان احنا لازم نحفظ بعض التكرارات يعني في مجموعه من التكرارات لازم نحفظها طب نحفظها ليه علشان هتسهل علينا عمليه الاديشن وهتسهل علينا الحسابات طب نيجي نفسر مع بعضينا 7 تايمز 2 يعني ايه 7 تايمز 2؟ 7 تايمز يعني سبع مرات، سبع مرات من مين؟ من النمبر اللي اسمه ايه؟ من النمبر اللي اسمه 2، يعني عايزين نكرر ال2 7 تايمز، تدينا ايه؟ نبدأ بال2 ونكرر 7 تايمز، ال2 في الاول كده يعني موجودة مرة واحدة، هنا المرة التانية، الثالث تايم، الفورث تايم، الفيفث، السيكس، السفنث تايم يعني ال 14 عبارة عن تكرار ال 2 7 تايمز نعمل ايه؟ لازم نحفظها. طيب نكتبها ازاي؟ 7 تايمز 2 ايكوال 14 وزي ما خدنا الليسون اللي فات 14 بنقول عليها البرودكت وال7 وال2 كل واحد فيهم اسمه فاكتور. طيب ايه اللي مطلوب مننا دلوقتي؟ المطلوب مننا ان احنا نتعرف على تيبل 2 ده كده بنسميه يا اولاد تيبل 2 يعني ايه تيبل 2؟ تيبل 2 ده جدول بيكون موجود فيه جميع التكرارات بتاعه العدد 2 لحد ال 10 وممكن نلاقيها لحد ال 11 اور ال 12 طيب نيجي مع بعضنا كده نتعرف عليهم انا عندي اول تكرار لل 2 لما بتتكرر مره واحده بيديني كام بيديني 2 يبقى انا عندي ال 2 ده مالتيبل ملتيبل اه هو في البدايه متكرره مره واحده طيب الفور ده المالتيبل الثاني بيجي ازاي لما بنكرر التو 2 تايمز كل ما نكرر التو يطلع لي ايه يطلع لي ملتيبل طب نعمل ايه 2 تايمز 1 ايكوال 2 2 تايمز 2 ايكوال 4 2 تايمز 3 ايكوال 6 التيبل ده المفروض اعمل فيه ايه المفروض نحفظه يعني الهوم ورك بتاعكم النهارده لازم نحفظ حفظ ده كده حفظ لازم يتحفظ تماما لان احنا بعد كده لما هنيجي نحد الاسئله هيجي لي يقول لي كده مثلا 2 تايمز 5 ويسيب لي دي فاضيه احنا اللي نجيبها يبقى لازم احنا نكون حافظين علشان هنجاوب على طول ونقول ايه؟ ونقول 10 في حاجه ثانيه عايز اقولها لكم يا اولاد احنا هنا بنقول ايه؟ 2 تايمز 7 2 تايمز 7 ايكوال كام؟ ايكوال 14 هل ده تكرار لل7 ولا لل2 لا ده تكرار لل7 اما اقول 2 تايمز 7 يعني ايه يعني 7 بلس 7 طب 7 بلس 7 ايكوال كام ايكوال 14 مش احنا قلنا يا إيه اولاد الدرس اللي فات لو انا قلت 2 تايمز 7 هي هي 7 تايمز 2 قلناها الدرس اللي فات لو غيرنا الفاكتورز مكان بعض البرودكت يفضل زي ما هو يبقى احنا لما هنيجي نكتب تيبل 2 مش هنكتبه يا اولاد بالمنظر ده مش هنكتب 3 تايمز 2 4 تايمز 2 5 تايمز 2 6 تايمز 2 امال هنكتبه ازاي؟ هنكتبه بهذه الطريقه هنحط ال 2 هي الاول ليه؟ علشان نسهل علينا الحفظ بس انتوا تكونوا عارفين ان 2 تايمز 5 مختلفه في الميننج عن 5 تايمز ال 2 تمام يا اولاد؟ يبقى احنا هنكتب دايما التيبل اللي احنا عايزين نحفظ التكرارات بتاعته هنكتب النمبر بتاعه في الاول يبقى احنا دلوقتي متفقين ان مطلوب نحفظ المالتيبلز اوف 2 احفظ التيبل ازاي؟ نسمعه لنفسينا يعني اول حاجه اقول كده 2 تايمز 1 ايكوال 2 2 تايمز 1 ايكوال 2 2 تايمز 1 ايكوال 2 اقعد اكررها كتير لحد ما الاقي نفسي حفظتها طب وبعد اما احفظها اقول اللي بعديها 2 تايمز 2 ايكوال 4 2 تايمز 2 4 2 تايمز 2 4 طيب حفظتها كويس اجيب اللي من اوله اقراه كله من الاول بقى 2 تايمز 1 2 2 تايمز 2 4 لقيت نفسي حفظت الاثنين دول كويس قوي اروح جايب اللي بعديها 2 تايمز 3 6 2 تايمز 3 6 2 تايمز 3 6 وبعد ما اجيبها اقولهم كلهم مع بعض وتيبل 2 يا اولاد يعتبر تيبل سهل جدا لان التكرارات بتاعه ال2 سهله يبقى انتوا دلوقتي هتعملوا ايه تحاولوا تعملوا ستوب للفيديو ونحاول نحفظ شويه التيبل ده لان احنا السلايد الجايه هنبتدي نحل بقى على الكلام ده اجيب لك الحاجات دي فاضيه واقول لك حلها تعالوا مع بعضين يا اولاد نشوف التشيك بوينت دي التشيك بوينت دي هنشوف احنا حفظنا التيبل كويس ولا لا كل ما هنحفظ التيبل كويس كل ما هنبقى شاطرين يعني احسن واحد فيكم يا اولاد هيحفظ التيبل هو ده هيبقى اشطر واحد يعني السنه دي اهم حاجه عندك ان انت تحفظ التيبلز اللي هتاخدها لما هتحفظها كويس هتبقى شاطر جدا هنا بيقول لنا ايه يوز ذا تشارت ايه هو التشارت يا اولاد اللي هو التيبل اللي هو تيبل 2 اللي هي مجموعه التكرارات بتاعه التو 2 فايند ايتش برودكت يعني لو انت مش حافظ بص وشوف الحل two times three. كام. 2 تايمز 3 تدينا كام؟ 2 تايمز 3 تدينا 6. 2 تايمز 8 16. 2 تايمز 6 12. الله طب انا بجاوب ازاي؟ عشان انا حافظ التيبل يا اولاد، انا حافظه كويس جدا. 2 تايمز 1 يديني 2. اي حاجة يا اولاد تايمز 1 تديني نفس النمبر. 5 تايمز 2 ايه ده احنا كنا حافظينها 5 تايمز 2 ولا 2 تايمز 5 هما الاثنين زي بعض تدينا كام تدينا 10 2 تايمز 2 دي بقى سهله جدا وكنا لازم نحفظها 2 تايمز 2 يديني 4 طيب المنظر ده غريب قوي ايه المنظر ده المنظر ده 2 تايمز 10 يعني ممكن نكتبه كده وممكن نكتبه كده 2 تايمز 10 يديني ايه يديني 20 طيب 2 تايمز 4 يديني 8 2 تايمز 9 18، نيجي نشوف أنذر براكتس، بيقول لي يوز ذا تشارت رينج المالتيبلز أوف 2، إيه اللي تشارت؟ يا إما التيبل بتاع 2، يا إما الجدول الكبير اللي حاطين فيه كل المالتيبلز، اللي هو في أول صفحة. عايزين نعمل سيركل حوالين المالتيبلز أوف 2. ها 15 موجوده لا مش موجوده طب 24 اه موجوده نعمل عليها سيركل طب 32 موجودة يعني برضه أنذر مالتيبل ال 17 لا مش المالتيبلز أوف 2 لما نكرر ال 2 عمري ما أقدر أوصل للإيه لل 17 طب ال 50 لو كررنا ال 2 كتير نوصل لل 50 أه نوصل لل 50 موجودة طب وال 44 برضه موجود دي من المالتيبلز بتاعت ال 2 طيب يلا بعد كده يوز ذا تشارت نستعمل التيبل اللي موجود في أول صفحة رايت right. the multiples of 2 up to 30. يعني ايه الكلام ده يا اولاد؟ يعني عايزين نبدا من ال 2 ونقعد نكررها ونشوف المالتيبلز بتاعتها لحد ما نوصل لل 30. يلا مع بعضينا كده ال 2 اول حاجه، بعد كده ايه؟ بعد كده 4 نزود 2 نبقى 6 نزود 2 8 10 12 14 16 18 then 20 22 24 26 28 then 30 نزود بقى عن ال 30 لا لان هو قايل لي لحد ايه اب تو يعني حتى لحد اما توصل لمين لل 30 يبقى احنا كده خلصنا الاجابه بتاعت السؤال كل دول مالتيبلز of 2 طب اللي بعديها بيقول لي رايت ذا مالتيبلز اوف 2 between 31 and 55 يقول لي between يعني خد بالك ما بين هنا وما بين هنا طب انا وصلت هنا لحد كام لحد ال 30 بعد ال 30 كام 32 مش هي ال 32 فعلا بعد ال 31 على طول اه يبقى اول مالتيبل عندي بعد ال 31 is 32 وبعدين نقعد يلا نكرر ونزود 2 34 36, 38 ها بعديها يبقى ايه؟ 40. اشتغلوا معايا وانا بشتغل انت حاول ايه تسبقني. وبعد كده 42, 44, زين 46 نزود 2, 48. وبعدين 50 زي ما انتوا واخدين بالكم يا اولاد دايما المالتيبلز اوف 2 تبدا بايه؟ 0, 2, 4, 6, 8. دي لازم ناخد بالنا منها كل المالتيبلز بتاعت التو 2 كل التكرارات لازم نلاقي اولها ايه؟ يا 0 يا 2 يا 4 يا 6 يا 8 عشان كده لما قلنا ال 15 اولها 5 مش حاجه من دول فقلنا ان هي مش مالتيبل وكمان ال 17 اولها 7 مش من المجموعه بتاعت الايه؟ الديجيتس دي عشان كده قلنا ده بردك ايه مش مالتيبل طيب بعد ال 50 52 وبعد كده 54 وبعد كده 56 لكن هو قال لي ايه؟ قال لي between 31 and 55 يبقى ما نعديش ال 55 نقف لحد هنا. تعالوا مع بعضين يا اولاد نتعرف على المالتيبلز اوف 3. طبعا اللي فهم الجزء اللي فات هيفهم على طول ان المالتيبلز اوف 3 دي مجموعه التكرارات بتاعه النمبر 3. يلا نتعرف مع بعض عليها اول تكرار ايه هو اللي هو ال3 يبقى ال3 اول مالتيبل خد بالك النمبرز بادئه من الزيرو كله بيبدا من الزيرو لما اجي اكررها اول مره اوصل لمين اوصل لل3 طيب لما اجي اكررها مره كمان نوصل لل6 يعني ال6 دي المالتيبلز اوف 3 باي ريبيتينج ال3 تو تايمز لما اكرر ال3 تو تايمز اوصل لل6 طب نكرر ال3 كمان نوصل لل9 وبعدين 12 15 18 21 24 مين دول؟ دول المالتيبلز اوف 3 لو انت عايز تعرفهم بعد ال 24 نزود 3 1 2 3 تبقى 27 اقعد اعمل كل دول كل شويه زود ايه 3 لحد ما تشوفهم كلهم وتتعرف عليهم طيب ما معنى 8 تايمز 3؟ 8 تايمز 3 يعني هنكرر ال 3 8 تايمز شوف انا بنطقها ازاي 8 تايمز يعني 8 مرات 8 مرات من ايه من ال 3 يعني ال 8 تايمز 3 هو تكرار النمبر 3 8 تايمز طب نوصل بيه لحد فين لحد الـ 24 جميل قوي طيب ناخد بالنا ان احنا كنا متعودين من الدرس بتاع الملتيبيكيشن ان 8 تايمز 3 ايكوال 24 وقلنا ان ال 24 دي اسمها البرودكت عشان ممكن يجي يقول لي فايند ذا برودكت، يعني هو بيقول لي هات لي ده. وعرفنا برضه ان التو نمبرز دول بنسميهم الفاكتورز. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنتعرف على اشهر مالتيبلز لل 3 اللي هو من اول 1 لحد ال 10 اللي هي مجموعه تكرارات النمبر 3 اللي هم مين؟ 3 وال 6 وال 9 12 15 لحد كام؟ لحد ال 30 دول بنسميهم المالتيبل اوف 3. نشوف مع بعضينا التيبل 3 تايمز 1 يديني 3 3 تايمز 2 is 6 3 تايمز 3 is 9 3 تايمز 4 is 12 هنحفظ ايه؟ هنحفظهم كلهم كده. طب احنا خدنا يا اولاد قبل كده ان 3 تايمز 5 دي معناها ايه؟ دي معناها ان انا كررت ال 5 3 تايمز. طب هل احنا هنا بنكرر ال5 ولا بنكرر ال3؟ ما احنا قلنا ان تكرار ال5 3 تايمز هي هي زي تكرار ال3 5 تايمز يعني 5 تايمز 3 عباره عن 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3, 3 ويديني برضه كام؟ ويديني برضه 15 طب ليه احنا كتبناها كده واحنا بنتكلم عن التكرارات او المالتيبل اوف 3 ليه ما كتبناهاش كده لا احنا كتبناها كده عشان احنا عايزين نسهل على نفسنا حفظ التيبل فبنرتب ال 3 في الاول لان هما الاثنين زي بعض فهنحفظ ازاي 3x1 3 تايمز 1 ايكوال 3 3 تايمز 1 ايكوال 3 ونقعد نكررها كتير لحد ما نحفظها وبعد كده 3 تايمز 2 ايكوال 6 3 تايمز 2 ايكوال 6 3 تايمز 2 ايكوال 6, 3x2 =6. لقيت نفسك حافظها كويس ارجع قول التيبل في دماغك من الاول تقعد تعمل كده لحد ما تحفظهم كلهم 3 تايمز 9 27 3 تايمز 9 27 3 تايمز 9 27 تقعد تحفظ وتكرر لحد ما تلاقي نفسك حافظه صم زي اسمك بالظبط يا اولاد لو ما حفظتوش التيبل ده مش هتعرفوا تحلوا خالص هتلاقوا نفسكم مش عارفين تحلوا المسائل كلها cool الفتره الجايه وكل الاكسرسايزز على التيبلز ديت طب نشوف هنا لو عايزين نزود 3 تايمز 10 ايكوال 30 اللي بعديها ايه 3 تايمز 11 يعني المالتيبل اللي بعد ال 30 نعمل ايه نزود على ال 33 يدينا كام يدينا 33 نعمل ستوب للليسون دلوقتي ونحاول نحفظ المالتيبلز اوف 3 علشان السلايد الجايه البرودكت هيبقى ميسنج وهقول لك ايه هاته بنفسك يلا مع بعضينا نحل التشيك بوينت دي يوز ذا تشارت فايند ايتش برودكت يعني هنبص على التيبل ولو ما لقيتش في التيبل نبص على الايه على التشارت اللي موجود في الصفحه اللي فاتت اللي هو بيعرفني المالتيبلز اوف 3 3 تايمز 5 15 3 تايمز 3 9 3 تايمز 6 18 الكلام ده انا بجيبه منين من حفظي انا حافظ التيبل انا حافظ المالتيبلز اوف 3 3 تايمز 7 21 3 تايمز 2 is 6 10 تايمز 3 10 تايمز 3 يا اولاد هي هي 3 تايمز 10 يدينا كام؟ يدينا 30 دايما يا اولاد تايمز 10 سهل جدا بنعمل ايه؟ بنحط 0 جنب النمبر على طول طيب 3 تايمز 1 يديني 3 9 تايمز 3 27 3 تايمز 4 12 تخيلوا بقى يا اولاد انتوا قاعدين في الامتحان كده وانت مش حافظ التيبل هتحل ازاي مش هتعرف يبقى اهم حاجه في الليسون النهارده لازم تحفظ المالتيبلز لازم تحفظ المالتيبيكيشن تيبل اللي هو التيبل بتاع التكرارات طيب يلا نشوف انذر براكتس بوينت يوز التشارت نبص على التشارت وعايزين نعمل سيركل المالتيبلز اوف 3 ال 22 بص في التشارت موجوده لا مش موجوده يبقى يعني مش هنحط عليها سيركل طيب ال18 موجوده ولا لا موجوده نحط عليها سيركل ال40 موجوده ولا لا لا مش موجوده ال20 مش موجوده طب ال33 موجوده طب ال13 لا مش موجوده طيب نيجي بعد كده زي ما عملنا في تيبل 2 رايت المالتيبلز اوف 3 اب تو 40 يلا نكتب كل التكرارات بتاعت ال 3 كل المالتيبلز بتاعتها لحد ال 40 اول حاجه 3 ها بعد كده 6 حاولوا تقولوا قبل انا بكتب 9 12 15 بعد ال 15 نزود 3 يبقى 18 نزود انذر 3 نوصل 21 نزود انذر 3 24 بعد كده 27 زين 30 بعد كده 33 زين 36 وبعد كده 39 وبعد كده 42 هو بيقول لي لحد ال40 يبقى ما زودش يبقى انا اخري 39 وقف طب اللي بعد كده رايت المالتيبلز اوف 3 بتوين 41 اند 50 يعني ما بين عايزين نكتب المالتيبلز اللي هي موجوده ما بين ال41 والايه وال50 احنا وقفنا لحد فين 39 لما نيجي نزود 3 على 39 نوصل لل42 يبقى ال42 ده اول مالتيبل عندي في الحته دي يبقى اول مالتيبل اوف 3 بعد ال41 از 42 طيب بعد ال42 نزود 3 نوصل لكام 45 بص على التشارت بتاعك وابتدي بعد ال45 عد 3 نوصل لكام ل48 ها زود اناظر 3 هيبقى 49 50 51 51 انا عديت ال 50 هو قايل لي ما بين ال 41 وال 50 مين هم المالتيبلز؟ هم دول بس. تعالوا نشوف انذر اكسرسايز جوين ذا ايكوال ريزلتس يعني هنحل الحاجات ديت واللي زي بعض نوصلهم مع بعض. 2 تايمز 5 2 تايمز 5 اللي هي ايه؟ اللي هي 10 طب معناها ايه 2 تايمز 5؟ يعني ال 5 متكرره مرتين يعني 5 بلس 5 مين هنا احنا شايفينه 5 بلس 5؟ اهي في 5 بلس 5 اهي يبقى ده كده مع ده 2 تايمز 3 2 تايمز 3 يعني 3 متكرره مرتين طب نيجي نبص هل في عندي هنا 3 بلس 3؟ لا ما فيش عندي 3 بلس 3 امال عندي ايه زيها؟ 3 تايمز 2 3 تايمز 2 هي هي بالظبط 2 تايمز 3 لو الفاكتورز بدلناهم مكان بعض البرودكت بيفضل هو هو 3 تايمز 3 يديني ايه يديني 9 طب ايه هنا يدي تاني 9 نبص بعينينا مفيش حاجه 3 تايمز 3 طب نبص هنا نلاقي ال 6 بلس 3 يدي كام يدي 9 يبقى دي كده مع دي كده طيب 2 تايمز 9 2 تايمز 9 يديني كام يديني 18 من التيبل طيب مين هنا في دول يدي 18 3 تايمز 6 يدي 18 و 6 تايمز 2 يدي 12 يبقى نختار مين نختار دي مع دي وبعد كده 4 تايمز 3 يعني ال 3 نكررها 4 تايمز لما نيجي نعملها على ايدينا ونعد نلاقي ال 3 بلس ال 3 بلس ال 3 بلس ال 3 يديني 12 وهنا 6 تايمز 2 يعني ال 2 لما نكررها 6 تايمز برضه يديني ايه؟ يديني 12 يبقى نختار ده مع نيجي اللي بعد كده يقول لي فايند اتش برودكت كل ده بقى نعمله ازاي؟ نعمله على طول من الحفظ بتاعنا احنا خدنا دلوقتي تو ملتبليكيشن تيبلز ملتبليكيشن تيبلز يعني جداول التكرارات خدنا الملتبليكيشن تيبل بتاع 2 والملتبليكيشن تيبل بتاع 3 نحفظهم كويس قوي ونبص عليهم ونيجي نحل هنا 3 times 7 21 2 times 4 8 2 times 8 16 3 times 8 24 1 times 2 1 times أي حاجة يا أولاد يديني نفس النمبر يعني 1 times 2 يديني 2 وهنا 1 times 3 يديني 3 طيب 5 times 3 احنا واخدينها من شوية اللي هي 3 times 5 اللي هي 15 2 times 2 4 3 times 4 12 3 times 9 27 4 times 2 هي هي 2 times 4 8 7 times 2 هي هي 2 times 7 يديني 14 نيجي نشوف اللي بعد كده choose the correct answer 2 times كم يديني 10 تمام 5 طيب 8 تايمز 3 يديني 30 احنا قلنا لما يطلع النمبر جنبه زيرو يبقى اتعمل له تايمز 10 على طول يعني هنا 10 تايمز 3 وهنا 2 تايمز 5 طيب ايه تايمز 2 يديني 18 9 9 تايمز 2 طيب 2 تايمز ايه يديني 4 4 4 نحلها ازاي دي الأول نشوف 4 بلس 4 بلس 4 يديني كام؟ 4 بلس 4 بلس 4 اللي هي 3 تايمز ال 4 يديني 12 يبقى أنا لازم أشوف 2 تايمز كام يديني 12 برافو اللي حافظ التيبل كويس هيجاوبني ويقول لي 2 تايمز 6 يا مستر أقول له برافو عليك 2 تايمز 6 تعالوا طيب مع بعضينا يا اولاد ننتقل لجزئيه مهمه جدا جدا اللي هي ايه اللي هي الكومون مالتيبلز يعني ايه يا اولاد كلمه كومون كلمه كومون يعني مشترك او حاجه موجوده هنا وهنا طب هنا العنوان يعني اسمه ايه اسمه الكومون مالتيبلز اوف 2 اند 3 نفسرها ازاي دي يعني انا عندي مالتيبلز لل2 عرفناهم من شويه وعندي Other مالتيبلز لل3 وعندي مالتيبلز لل3 برضك شفناهم احنا بقى بندور على ايه على الكومون يعني المالتيبل اللي ينفع لل2 وينفع لل3 في نفس الوقت طيب عايزين نوضح الكلام ده تعالوا نبصوا مع بعض على التشارت ده انا عندي مجموعه النمبرز دي ال2 ده مالتيبل اوف 2 وال4 انذر مالتيبل وال6 مالتيبل اوف 2 وال8 مالتيبل اوف 2 وال10 وال12 وال14 وال16 وال18 كل دول مالتيبلز اوف 2 طيب بالنسبه للمالتيبلز اوف 3 مين هم اللي خدناهم من شويه ال3 وبعد كده ايه ال6 وبعد كده ايه ال9 زين 12 زين 15 زين 18 ايه اللي احنا ملاحظينه يا اولاد؟ ملاحظين ان ال 6 جاي معايا في المالتيبلز اوف 2 و 3 في نفس الوقت. يعني جه هنا وهنا. ومين كمان؟ ال 12. ومين كمان؟ ال 18. يبقى الجزئية دي من الليسون عايزين نعرف الكومون مالتيبلز. المالتيبل اللي ينفع يشتغل مع أكتر من نمبر. يعني ال 6 وال 12 وال 18 دول مالتيبلز ينفع نقول ان هم لل 2 ولل 3 في نفس الوقت طب مين اللي بعديهم لما نيجي نبص كده ال 6 بعديها كام 1 2 3 4 5 و 6 يعني ال 6 لما زود عليها 6 تبقى 12 بقى مالتيبل لل 2 وال 3 وال 12 بعديها كام ال 18 يبقى احنا بنزود كام بنزود 6 يبقى الباترن بتاعنا كل لما ازود 6 اوصل لمولتيبل لل2 وال3 في نفس الوقت يعني مين تاني ال24 وبعدين نزود عليها 6 يبقى 30 وبعد كده 36 وبعد كده 42 وبعد كده 48 وبعد كده 54 وبعدين 60 مين دول؟ كل دول ال common multiples between الـ 2 and ال 3 الحته دي مهمه ولو ما فهمتوهاش كويس ارجعوا اسمعوها تاني. طيب بعد ال 60 لو انا عايز ال common multiple لل 2 و 3 اللي بعد كده هنعمل ايه؟ هنزود 6 يبقى كام؟ 66. تعالوا نشوف التشيك ديت بيقول لي use that chart اللي هو اللي فوق. ring the multiples of 2 and 3 together. لما هنيجي نبص هنلاقي ال 23 لا ال 12 اه ال 18 فعلا كومن مالتيبل ال 30 كومن مالتيبل ال 66 كومن مالتيبل ال 33 لا ال 33 مالتيبل للايه لل 3 بس لل 2 لا وال 22 لا ال 22 مالتيبل لل 2 لل 3 لا 48 اه 48 للاثنين لل 2 وال 3 مع بعض ال 96 اه مالتيبل للاثنين لل 2 وال 3 مع بعض 100 لا 54 أيوة ملتبل لل 2 27 و 32 لا 27 ملتبل لل 3 32 ملتبل لل 2 بس يبقى هم دول اسمهم الكومون common النمبرز numbers اللي تنفع تبقى تكرار لل 2 وال 3 في نفس الوقت يلا مع بعضينا يا أولاد نشوف براكتس مهم جدا بيقول لي use the chart write 3 common multiples of 2 and 3 greater than 40 and smaller than 70 المسائل دي نعملها ازاي واحنا بنجيب الكومن مالتيبلز لازم نجيب المالتيبلز اوف 2 والمالتيبلز اوف 3 ونبص بعينينا نشوف مين فيهم المشترك طيب بالنسبه لل2 بيقول لي جريتر ذان 40 طيب بعد ال40 في التشارت هتلاقي ان المالتيبل بتاع ال2 از 42 وبعدين 44 46 بنزود دايما 2 48 50 52 54 56 زين 58 60 62 64 66 68 ما نكتبش بقى 70 عشان هو بيقول لي smaller than 70 طيب بعد كده نعمل ايه؟ نكتب المالتيبلز اوف 3 اللي هي جريتر ذان 40 لما نيجي نبص في التيبل نلاقي اول واحد فيهم از ايه از 42 مين بعد كده 45 مين بعد كده 48 واللي بعديه 51 زين 54 57 زين 60 63 66 68 ما اقدرش اخد اكتر من كده عشان بيقول لي سمولر زين ال 70 نعمل ايه دلوقتي نشوف مين اللي متكرر هنا وهنا مين الكومون هنا وهنا اول واحد معايا ال42 موجود هنا وموجود فين وموجود هنا نمشي بعينينا نلاقي ال48 موجود هنا وموجود ايه موجود هنا يبقى كومون مالتيبلز مين تاني نبص بعينينا نلاقي ال54 وال54 مين كمان ال60 مع ال60 وال66 وال60 وال66 هو بيقول لي عايز ايه رايت 3 يبقى لما نيجي نجاوب نعمل كده عشان نطلعهم وبعد كده نكتب الاجابه نقول ايه ذا 3 كومون مالتيبلز are 42 ونعمل كومه 48 نعمل كومه, ونعمل كومة, ونعمل كومة, ونعمل كومة and مين 50 ايه 54 طب لو واحد اختار 60 او 66 مفيش مشكله خالص نيجي اللي بعدها بيقول لي رايت ذا كومون مالتيبلز اوف 2 اند 3 بتوين ال 80 اند ال 100 نيجي نبص على الشارت نلاقي ان بعد ال 80 82 ما ينفعش ناخد ال 80 ان هو بيقول لي بتوين يعني ما بين ال 80 وال 100 يبقى لازم من بعد ال 80 80 84 86 88 90 92 94 96 98 ما ينفعش ناخد ال 100 عشان بيقول لي بيتوين نكتب دلوقتي الملتيبلز اوف 3 هتلاقي ان اول نمبر بعد ال 81 وبعدين 84 وبعدين 87 زين 90 زين 93 96 and 99 نيجي نبص بعينينا مين هم الكومون مالتيبلز المالتيبلز اللي موجوده هنا وهنا في نفس الوقت اول نمبر نلاقيه مشترك اللي هو ال84 موجود هنا وموجود هنا مين اللي بعده ال90 هنا وهنا مين اللي بعده ال96 هنا وايه هنا وهنا يبقى لما نيجي نجاوب على السؤال ويقول لي رايت الكومون مالتيبلز هو عايزهم كلهم نقول كده ذا كومون مالتيبلز ار ار مين 84, 90, and 90 96 طيب نيجي اللي بعد كده critical thinking يعني عايزين نفكر فيها شويه Do you think the common multiples of 2 and 3 are multiples of 6 and explain طب تعال نشوف نكتب كده المالتيبلز اوف 2 are are ايه بادئين بايه بال2 وبعدين ال4 وبعدين ال6 وبعدين 8 then 10 12 14 16 18 ونعمل نقط كده يعني ان سو so طب مين هم المالتيبلز اوف 3 نكتبهم مين هم بيبداوا ب 3 وبعدين 6 9 12 15 18 اند سو ان طب مين هم الكومون مالتيبلز الكومون مالتيبلز بادئين ال 6 وبعدين 12 وبعدين ال 18 and so on يعني ايه الكلام ده يعني ال common multiples of 2 and 3 or or ايه ال 6 ال 12 ال 18 and so on طب ما تيجي نشوف المالتيبلز اوف 6 ار أو مين هم المالتيبلز اوف 6 اللي هي التكرارات بتاعه ال 6 هتبدا بايه هتبدا بال 6 وبعدين ال 12 يلا نزود 6 18 ايه ده إيه ده زي القمم بالظبط بتوع ال 2 وال 3 and so on يبقى لما يجي يقول لي do you think The common multiples of 2 and the 3 are multiples of 6. No, Louis. No, Louis. No, yes. I think that the common multiples of 2 and 3. are multiples of 6 طيب نيجي نشوف اللي بعد كده اللي التشالنج ده بيقول لي ايه بيقول لي if you cross all the multiples of 7 on this chart you will make a diagonal line نبص كده بعينينا ال 7 مين المالتيبل بتاعه يعني مين التكرار بتاعه لما نحط على ال 7 7 نوصل لايه؟ نوصل لل 14 وبعدين لما نزود انذر 7 تبقى 21 انذر 7 28 انذر 7 35 طيب ايه السؤال بتاعنا؟ بيقول لي وات نمبرز مالتيبلز ميك تو ديجونال لاين اون ذيس تشارت يعني مين النمبر اللي بيعمل مالتيبلز على تو diagonals دي نعمل ايه؟ نبص بعينينا نمشي الديجونال ده 2 9 16 لا 3 لازم اشوف 6 يا اما هنا يا اما هنا 4 لازم اشوف 8 يا اما هنا يا اما هنا 5 لازم اشوف 10 يا اما هنا يا اما هنا. هنا اه شفت هنا يبقى ال 5 ماشيه كده نبص اه ال 10 هنا وبعدين 15 وبعدين 20 وبعدين 25 يبقى فعلا ال 5 ماشيه على الداياجونال ايه على الداياجونال ده كده اهو ماشيه كده اهي طيب الله امال فين الداياجونال الثاني هو بعد ال 25 ايه 30 فين ال 30 اهي الله طب وبعد ال 30 35 اه دياجونال تاني اهو يعني ايه يا اولاد دياجونال دياجونال يعني ماشي كده كده مش مش كولوم ولا رو ماشي بالجنب يعني نيجي نشوف انذر ليرنينج بوينت اللي هي ملتبلاينج باي 1 اند 0 طبعا دي جزئيه سهله جدا اللي هي ايه لما اجي انا اقرر الحاجه باي 1 يعني اي حاجه تايمز 1 هيديني ايه نفس الحاجه دي على طول يعني 5 تايمز 1 يعني ال1 لما يتكرر 5 تايمز يديني كام؟ يديني 5 طب لو اتكرر 6 تايمز يديني 6 طب لو اتكرر 10 تايمز يديني 10 يبقى هنتفق مع بعضينا اي حاجه تايمز 1 تديني نفس الحاجه طيب ولو عملنا تايمز 0 يعني ايه تايمز 0؟ 0 يعني ما فيش حاجه يعني لما يعني اقول 3 تايمز 0 يعني 0 كررته ثلاث مرات ما فيش حاجه عندي ثلاث مرات يبقى يبقى برده ما فيش حاجه يبقى أي حاجة تايمز زيرو هتديني إيه؟ هتديني زيرو طيب نيجي نبص على التشيك السريع ده 5 تايمز 1 5 4 تايمز 0 0 9 تايمز 1 9 سهلة قوي أي حاجة تايمز زيرو يديني زيرو أي حاجة تايمز 1 يديني نفس الحاجة 12 تايمز زيرو يديني زيرو هنا تايمز زيرو يديني زيرو تايمز زيرو يديني زيرو تايمز 1 يديني نفس الإيه؟ نفس النمبر تعالوا نشوف البراكتس الجميل ده بيقول لنا درو ا picture تو شو ايتش جروبينج The first one is done for you هنا بيقول لي ايه عايز يعمل one group of six dots كم جروب one ادي الجروب اهو وجواه كام six dots طب نيجي هنا six groups of one dot يبقى يعني انا عندي كم جروب six يبقى اعمل الاول six groups اللي هم فين ادي one two three four five and six وانسايد كل جروب نحط كام دوت 1 دوت ادي 1 اهو 1 1 دوت طيب تاني واحدة بيقول لي ايه؟ زيرو جروبز اوف فايف دوتس هنا زيرو جروبز ما عنديش جروبات يبقى مش هينفع ارسم حاجة هو بيقول لي ما عنديش جروبات اصلا احط الفايف دوتس فين؟ يبقى هنا ما مش هينفع ارسم حاجة خالص طب وبالنسبة لهنا 3 جروبز اوف 1 دوت يبقى نعمل 3 جروبز ادي 1 2 3 ونحط في كل واحدة قد ايه جاست 1 دوت اللي بعديها فور جروبز اوف زيرو دوتس يعني ايه يعني عندي فور جروبز جواها ايه ولا حاجة يبقى نعمل ايه فور جروبز فاضيين زي ما شفنا من شوية كان في الباسكتس كانت فاضية الجروب لما يكون فاضي يبقى جواه ايه جواه زيرو مفيش حاجة جواه طيب هنا زيرو جروبز اوف تو دوتس يقول لي زيرو جروبز يبقى اصلا مش هبدا ما عنديش جروبز اصلا يبقى هحط الدوتس دي فين؟ يبقى دي هتتساب فاضيه ودي هتتساب ايه؟ فاضيه. طيب يقول لي هنا رايت بلس اور تايمز نفكر بقى 8 وهنا 1 ازاي نوصل بيها لل 9؟ اكيد عملنا ايه؟ اكيد عملنا بلس 9 و1 لو عملنا بلس هتبقى 10 واحنا قلنا في التايمز اي حاجه تايمز 1 نفس الحاجه يبقى اكيد دي ايه اكيد تايمز نيجي نشوف هنا 0 و 5 بقت 5 ينفع نحط تايمز ده احنا لما بنحط تايمز مع الزيرو بيديني زيرو يبقى لازم يكون ده ايه بلس طب هنا 2 و 0 ازاي تديني 2 اكيد عملنا بلس طيب 0 و 7 ازاي تبقى 0 ينفع نقول بلس البلس هيديني 7 يبقى اكيد ده تايمز لان 0 تايمز 7 يديني 0 1 و7 ازاي تبقى 8 نعمل بلس طيب نيجي للتشالنج بيقول لي 3 نمبرز زير سام ايكوال زير برودكت دي بقى حاسبكم انتوا تفكروا فيها يعني تشوفوا 3 نمبرز نعمل لهم بلس شوف هيطلع كام ونعمل لهم هم كلهم ايه نعمل لهم كلهم تايمز نشوف هيطلع ازاي طب ازاي هعمل لهم تايمز يعني هاخد اتنين الاول اعمل لهم تايمز واللي يطلع اعمل له تايمز مع التالي يلا مع بعضينا نشوف انذر ليرنينج بوينت اللي هي المالتيبلز اوف 4 اللي هي التكرارات بتاعه الفور طبعا بعد ما شفنا مالتيبلز بتاع 2 و 3 هيبقى شرح المالتيبلز اوف 4 بالنسبه لك سهل انتوا عرفتوا دلوقتي دي معناها ايه دي معناها التكرارات بتاعه الفور طيب هي بتبدا بايه بتبدا ب 4 تايمز 1 اللي هو ال 4 طبعا احنا قلنا كله بيبدا من الزيرو طيب لما اجي احط على الزيرو 4 نوصل لأول تكرار لأول مالتيبل اللي هو الـ 4. الـ 4 نفسه يا أولاد بعتبره مالتيبل لأن هي اتكررت مرة واحدة. طب الأزهر مالتيبل إز 8، يعني الـ 4 هكررها 2 تايمز، زين 12، نسكيب 4، 1 2 3 4، نوصل للـ مالتيبل، اند سو اون، يبقى المالتيبلز بتاعت الـ 4 عبارة عن إيه؟ 4 8 12 16 20 24 28 32 and 36 and so on ما احنا قلنا ما بيخلصوش احنا ممكن نزود بقى كل ما تزود 4 نوصل لايه لمالتيبل طيب ايه معنى 9 تايمز 4 9 تايمز 9 مرات يعني ال4 هنكررها 9 تايمز نوصل لانهي مالتيبل الملتيبل اللي اسمه 36 وقلنا ان ال36 اسمه البرودكت والتو نمبرز دول اسمهم فاكتورز طيب التكرارات دي هنحطها في تيبل اسمه ايه؟ المالتيبليكيشن تيبل يعني التيبل بتاع التكرارات بتاعت الـ 4 احنا شفنا ان الـ 4 والـ 8 والـ 12 لحد الـ 40 كلهم مالتيبل اوف 4. طيب لما نيجي نكتب تيبل الـ 4 هنسهل على نفسينا ونحط النمبر كله في الاول يعني لو شفت 4 تايمز 6 4 تايمز 6 دي معناها ايه؟ دي معناها الـ 6 متكرره 4 تايمز بس احنا بنقول تكرارات الـ 4 ما احنا عارفين ان الـ 6 تايمز الفور 4 هي هي الفور times الـ 4 تايمز الايه 4 تايمز ال 6 يبقى 4 تايمز ال 6 إيكوال كام؟ إيكوال 24 لكن المعنى بتاعها مختلف بس احنا بنستعملها عشان بتسهل علينا حفظ التيبل عشان دايماً نبدأ بالـ 4 فين؟ في الأول يبقى هنزود على التيبلز بتاعتنا اللي لازم نحفظها تيبل 4 إيه تيبل 4 ده؟ ده تيبل بيعرفني ايه هي المالتيبلز بتاعت الفور عشان بعد كده هنتسال فيها في الاسئله. طب لو انا عايز ازود انا عندي هنا 4 تايمز 10 ايكوال 40 اللي بعديها هيبقى ايه؟ 4 تايمز 11 هتساوي ايه معايا؟ نزود 4 على 40 تبقى 44. يلا نشوف مع بعضينا التشيك بوينت دي على تيبل 4. نحفظ تيبل 4 كويس زي ما عرفنا بنحفظ ازاي؟ نكرر دايما الحاجه يعني 4 تايمز 7 ايكوال كام ايكوال 28 4 تايمز 3 ايكوال كام ايكوال 12 دي موجوده برده في تيبل 3 يعني 4 تايمز 3 هي هي 3 تايمز الايه تايمز ال4 انت اصلا دي حافظها من التيبل اللي قبليه طب 4 تايمز 4 16 نحفظ ازاي نقول كده 4 تايمز 4 16 4 تايمز 4 يديني 16 تقعد تكرر لحد ما تحفظ عشان في الامتحان هجي لك الحاجات دي فاضية وانت لازم تعملها 2 تايمز 4 ده تيبل 2 خدناها من شوية يديني 8 4 تايمز 10 احنا قلنا اي حاجة تايمز 10 احط زيرو جنب النمبر يبقى 40 على طول طيب 6 تايمز 4 هي هي 4 تايمز 6 يديني كام 24 4 تايمز 8 32 هتقابلنا كتير قوي 5 تايمز 4 هي هي 4 تايمز 5 تديني كام؟ تديني 20 طيب اي حاجه تايمز 1 تديني 4 يلا اللي بعد كده color the multiplication sentence in each row that have the same product يعني اللي زي بعض هنديهم نفس الالوان انا عندي هنا 4 تايمز 3 اللي هي ايه؟ اللي هي 3 تايمز 4 تديني كام؟ تديني 12 طيب دي كده 12 تعالوا نشوف مين تاني بيدي 12 3 تايمز 5 لا 15 2 تايمز 6 اه يدي 12 نمشي تاني كده 2 تايمز 10 20 هنا 24 هنا نبص بعينينا مفيش غير ايه هم دول بس طيب نيجي بعد كده 3 تايمز 5 15 يبقى دي كده 15 نديها color ونشوف في اي حاجه تاني 15 مفيش مفيش 5 تايمز 3 نيجي نشوف حاجة تانية 2 تايمز 10 20 مين تاني يدي 20 4 تايمز 5 مش موجودة خلاص يبقى هقف كده 8 تايمز 3 هي هي 3 تايمز 8 يديني كام 24 دي كده تديني 24 مين تاني يدي 24 4 تايمز 6 فعلا تديني 24 هل في حاجة تانية تدينا 24؟ لا مفيش طيب نيجي نشوف بعد كده 3 تايمز 6 18 9 تايمز 2 هي هي 2 تايمز 9 يبقى برضه تديني 18 هل في حاجه ثانيه تدي 18؟ لا مفيش لان 4 تايمز 4 يكوال 16 نديها color في حاجه ثانيه تديني 16؟ مفيش هي دي بس مش باقي غير دول نيجي نشوف هنا 4 تايمز 0 يدي 0. و0 تايمز 3 يدي 0 يبقى الاثنين دول ياخدوا نفس الايه نفس الكالر يبقى معايا مين 4 تايمز 1 is 4 تبقى ايه تاخد كالر لوحدها وبكده يا اولاد يبقى احنا خلصنا الدرس بتاعنا بتاع المالتيبلز درس مهم جدا يعتبر بدايه الشغل الحقيقي لازم نبتدي نحفظ يا اولاد التيبل تيبل 2 و3 و4 زي ما قلت لكم لو عايزين تبقوا شاطرين في الماثيماتكس ويبقى سهل جدا معاكم لازم تحفظوا التيبل اشطر واحد فيكم هيبقى احسن واحد حافظ التيبل وبالتوفيق ان شاء الله